بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نلتقي الآن بالشيخ أحمد العلوان القاضي الشرعي العام في محكمة مدينة معرة النعمان، وبسيادة الملازم الأول يوسف علوان نائب رئيس مركز شرطة معرة النعمان الحرة. الشيخ أحمد، ما هو الأسهل الذي تركه هذا التدخل على الثورة السورية وامتدادها؟ طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. لا شك أن روسيا دولة عظمى تصنف بين الدول في العالم، ولها إمكانيات ضخمة وجبارة. وروسيا عندما رأت أن النظام المجرم قد آل إلى السقوط وبدأ يتداعى، أسرعت بثقلها وزجت بأسطولها وإمكاناتها الهائلة لأجل أن تعيد التوازن إلى الساحة في أرض الشام. فلا شك أن هذا التدخل بهذه الإمكانات كان له أثر إيجابي في إطالة عمر هذا النظام ومده بأسباب البقاء وإعطائه جرعات من الحياة إضافية، فكان له أثر إيجابي بالنسبة للنظام إلى حد ما. وكما قلنا يعني هذا الأمر يعني يسهم في إطالة أمد الصراع وزيادة إمكانات النظام في مواجهة شعبه. سيادة الملازم، هل ترى أن النظام يستطيع الاستمرار في المعركة إذا انسحبت روسيا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا المشكلة أنه مو بس روسيا عم تدعم النظام، المشكلة أنه النظام استخدم ميليشيات من كل أنحاء الأرض مرتزقة. عندك ميليشيات إيرانية وأفغانية وعراقية، وعندك حزب الله الإرهابي ومرتزقته. طبعا مرتزقة الأرض كلها إجت تحارب الشعب السوري، تحارب الثورة السورية. طبعا أعتقد ما راح يكون في تأثير كبير إذا انسحبت روسيا، يعني في دول كتير عم تدعم النظام روسيا. شيخ أحمد، ما هي الآليات التي لدى الثوار للوقوف في وجه هذا العنف والقتل بحق السوريين؟ طبعا لا شك أن الثوار والمجاهدين كلهم قد قدموا كل إمكاناتهم في مواجهة هذه الهجمة الشرسة. ولا شك أن إمكانيات الثوار إذا ما قيست بإمكانات روسيا هي إمكانات محدودة، فأينما يملكه الثوار مما زجت به روسيا في هذه الحرب الظالمة. فالثوار لم يدخروا جهدا، ونرى أن عدتهم هي عدة معنوية وعدة إيمانية انطلاقا من ثقتهم بوعد الله بنصره، وانطلاقا من ثقتهم بأن صاحب الأرض أقوى، وأن هؤلاء الأغراب سيؤول مصيرهم إلى ما آل إليه سلفهم ممن أراد بأرض الإسلام والمسلمين سوءا فانكفأ على عقبيه يجر ذيول الخيبة، ولن يكون مستقبل روسيا في أرض الشام بأفضل مما كان مستقبلها في أفغانستان. سيادة الملازم، هل ترى أن إطالة أمد الحرب في سوريا لمصلحة روسيا؟ لا أعتقد ذلك، لأن إطالة أمد النزاع سيؤدي إلى استنزاف موارد روسيا الاقتصادية والبشرية والترجمة. شيخ أحمد، هل كان قادة الثورة السورية على مستوى هذا التحدي من التدخل؟ والله إذا نظرنا إلى ثمرات الصراع وإلى نتائجه، يعني نعلم يقينا أن قادة هذه الثورة المباركة على اختلاف مسمياتهم ما بين إسلاميين وجيش حر كانوا على مستوى المسؤولية، لا سيما وأنهم تمتعوا بصبر عزيز، صبر تنوء به الجبال الراسيات. ونحن نرى آلة القمع الروسية وآلة الدمار الهمجية لم تدخر روسيا لونا من ألوان القتل وسلاح تدمير من أسلحة التدمير الشامل، لم يدخروا وسعا من قنابل الفوسفور نابلم الحارق إلى القنابل الفراغية إلى الصواريخ الارتجاجية، ولكن هذه كلها لم تفت في عضد مجاهدين ولم تكسر إرادتهم. فإن صبرهم وثباتهم وعجز روسيا عن أن تحقق الأهداف الاستراتيجية التي دخلت سوريا لأجلها لا ينم عن نجاح الثورة بثباتها وصبرها إلى الآن، وأنها تقف موقف الند والنظير
من لا أقول من روسيا وحدها بل من روسيا وعدة دول أخرى تقوم بالدعم السافر الواضح لهذا النظام المجرم. فيعني إذا نظرنا من هذه الحيثية ومن هذا المنطلق نعلم أن مجاهدين وثوارنا كانوا على قدر المسؤولية وأنهم أثبتوا نجاحا منقطع النظير في الوقوف موقف الند والنظير لهذه الشرسة. سيادة الملازم، هل ترى أن صمود الجيش الحر سيقلب الموازين في المعركة؟ نحن نعول على صمود الجيش الحر والشعب السوري لأنه طول 5 سنوات من عمر الثورة رغم الحصار والدمار والقصف الكافي أنواع الأسلحة والكيماوي والفوسفوري وصواريخ ارتجاجية، والشعب السوري صامد وثابت في هذه الأرض ونحن صامدون وثابتون حتى تحقيق الهدف الذي طلعت من أجله هذه الثورة وهو إسقاط النظام بكافة.